وحننتقل مباشرة لحديقة الأزهر بالقاهرة مع مراسلنا أيمن عماد. صباح الخير أيمن، وكل عام أنت بخير. يعني لو ترصد لنا الأجواء من عندك، وكيف احتفل زوار الحدائق تحديدا حديقة الأزهر بثاني أيام العيد؟ صباح الخير. يعني منذ التاسعة من صباح اليوم فتحت الأبواب أمام الزوار الذين اعتادوا على زيارة هذه الحديقة كغيرها من الحدائق العامة والمتنزهات في مصر في العطلات الرسمية وأيضا عطلات الأعياد كعيد الأضحى. وربما منذ قليل شاهدنا في التاسعة يعني حضور كبير من الزوار وانتظار كان أمام البوابات للدخول والاستمتاع بهذه الحديقة التي تعد من أكبر ويعني الحدائق على مستوى العالم أو يعني حسب ما تم تصنيفها ربما تأتي من الستة الأوائل على مستوى العالم من حيث المساحات الخضراء الشاسعة التي تتمتع بها، بالإضافة إلى المتنزهات الأخرى التي تتعلق بطبعا الترفيه للأطفال الذين يتوافدون مع الأطفال مع زويهم من وأولياء أمورهم في هذه الحديقة لزيارتها والاستمتاع في الحدائق. ربما في هذه اللحظات يعني كانت النافورة التي نشاهدها عبر الهواء مباشرة ربما يعني تم اشتغل يعني عملت في هذا التوقيت، بالإضافة أيضا كما نشاهد عبر الشاشة أيضا الحدائق والمساحات الخضراء التي تتميز بها هذه الحديقة، بالإضافة أيضا للتنظيم الأكثر من رائع. ربما في هذا الصباح بدأت الأغاني أو أغاني الأعياد يعني تعلو أصواتها في هذه الحديقة منذ طبعا الساعات الأولى في التاسعة من صباح اليوم. ربما أيضا هذه الحديقة كما نعلم بأنها تم تصنيفها من الستة الأوائل، بالإضافة أنها تقام على يعني 80 ألف فدان على في تقع في قلب القاهرة التاريخية، تتميز أيضا بأنها يعني تطل من جميع الاتجاهات على المناطق التاريخية وعلى المآذن التاريخية في مصر، وأيضا يعني كما نعلم بأنها أيضا يوجد بها ربما نشاهد بها أيضا السور الأيوبي الذي بناه القائد صلاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر أيضا لحماية مصر من الجهة الشرقية، وأيضا ربما أيضا من يعني أيضا كما يمكن للزائر في هذه الحديقة أيضا مشاهدة المتاريس والأدوات الدفاعية التي كانت تستخدم في العصر الأيوبي، بالإضافة أيضا للمتنزهات والمساحات الخضراء الكبيرة التي تتميز بها هذه الحديقة الدولية وحديقة الأزهر الكبيرة. وأيضا ليس الزيارة أو الزيارات لا تقتصر على المصريين فقط، ولكن أيضا الزوار من جميع الدول والجاليات التي تقطن بمصر، وأيضا الزوار الذين يتوافدون أيضا شاهدناهم في منذ الصباح، يعني كانت الحضور كبير ليس فقط للمصريين ولكن أيضا للزوار من الجنسيات الأخرى الذين يعني توافدوا على هذه الحديقة الاستمتاع بهذه الأجازة الرسمية. يمكن يعني بدأت الزوار تتوافد رويدا رويدا، ولكن يتوقع من الإدارة لإدارة هذه الحديقة على مدار اليوم أن تتوافد الأعداد بشكل كبير، خاصة من الأسر المصرية التي حرصت وتحرص دائما على يعني الحضور والاستمتاع والتنزه في هذه الأيام أو خاصة في الأعياد مثل عيد الأضحى المبارك كغيره من الأعياد مشاهدة وهذه يعني أو الاسترخاء كما يعني وصفه بعض الزوار. وأيضا كما أيضا أو تتميز هذه الحديقة بأن المطاعم التي أو الكافيتريات التي يعني مقامة بها يعني أنشئت. أيمن هنا أريد أن أسألك لكونها تعود الأحسن. أيمن أريد أن أسألك، مساحة 80 فدان، ما هي أبرز مظاهر احتفال الزوار وفي أي الأماكن يتركزون، وهل أثرت درجات الحرارة على تواجدهم يوم أمس في أول أيام العيد؟ ربما في الساعات الأولى من صباح اليوم بدأ الزوار أن يعني يفترشوا الأماكن الخضراء نظرا لطبعا ارتفاع درجات الحرارة في الساعات الأولى، ولكن على مدار اليوم يعني يتوجه أو تتوجه الأطفال الذين يأتون برفقة زويهم إلى أماكن الترفيهية بعد انكسار درجات الحرارة المرتفعة نسبيا في هذا التوقيت، ولكن لا تؤثر درجات الحرارة في هذا التوقيت أو على مدار اليوم على
زيارة الأسر المصرية، ولكن يعني كما نتوقع مع انكسار درجات الحرارة في نهاية اليوم، خاصة بعد يعني ذروة الظهر، ربما تتزايد الأعداد بشكل كبير، وخاصة بأن المساحات هنا خضراء وأن المساحات مفتوحة للأسر الذين يتخذون هذه الحديقة كمقصد هام للترفيه والتنزه والجلوس في الأماكن المفتوحة يعني بشكل يعني خاصة في أجازات عيد الأضحى، وأيضا ليس فقط في الأجازات الرسمية أو في أجازات عيد الأضحى، ولكن يتخذوها البعض. ربما بعض الأسر أشارت بأنهم يحرصون دائما على زيارة هذه الحديقة حتى في العطلات الأسبوعية، ويتخذونها كمقصد لها للترفيه وأيضا للاستمتاع بالأماكن الخضراء. ربما على مدار اليوم سنتابع يعني زيارات المصريين وغير المصريين لهذه الحديقة. إليك مراسلنا أيمن عماد، شكرا لك، كنت معنا من حديقة الأزهر بالقاهرة.